اهلا بيكم في يوم جديد من ايام رمضان الحلوه الجميله، وصفحه جديده وصوره جديده من صفحات البومنا بتاع ذكريات رمضان. خلاص رمضان عمال يودع فينا يوم بعد يوم، احتمال ما نصومش بعد النهارده غير يومين بس او نكمل ونصوم 3 ايام. النهارده 27 رمضان، النهارده يعني الليله بتاعت النهارده كانت ليله القدر، يا رب يكون ربنا اسعدنا بالدعاء فيها ويتقبل مننا. وقايمين كده هو مبسوطين وفرحانين، وانا فرحانه علشان هعمل معاكم النهارده حاجات برضو عشان العيد. النهارده هنعمل بسكويت لذيذ جدا وسهل وخفيف، هو بسكويت بالقرفه. في ناس كتير جدا بتحب القرفه وريحتها بقى في البيت لما بتملى المكان بتحسس كده بالانتعاش وبجو جميل يعني. بسكوتنا النهارده هنعمله مقاديره سهله وبسيطه، هو مقاديره 3 كوبايات دقيق وعدد 2 بيضه وكوبايه، انا حاطه بيضه واحده عشان هعمل نص المقدار، وعدد كوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه، وعدد 3/4 كوبايه سكر وفانيليا، ومعلقه كبيره بيكنج باودر. بس دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ نص المقدار، فنشوف مع بعض هنعمل ايه. هجيب المضرب بتاعنا، ولا قبل ما اجيب المضرب اجيب ايه؟ اجيب الحاجه اللي هنضرب فيها. هنجيب فخارتنا الجميله دي الحلوه، بتنفعنا في كل حاجه، شوربه نحط فيها باميه، ندخلها الفرن، نحطها على شياطه على النار، ماشيه معانا في كل الحاجات. اول حاجه انا هعمل ايه؟ انا هنا معايره كوبايه ونص دقيق، علشان انا هعمل نص المقدار. هجيب بقى نص كوبايه زبده، مرضتش اعير الزبده عشان عايزه اعيرها قدامكم، عشان هتقولوا ايه نص كوبايه زبده؟ طب نص كوبايه الزبده دي هنعيرها ازاي؟ هي بدرجه حراره الغرفه. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخدها كده ونحطها وما نخليش بقى فيها فراغات، اهو بصوا بدرجه حراره الغرفه، يعني هي لا سايحه ولا جامده. ونتحرى الدقة في المقادير عشان ده اللي بينجح العجاين. بصوا اهي دي كده نص كوبايه، احطها، مرضتش اخلي الزبده محطوطه قدامكم مكعبات عشان مش هتتخيلوا يعني ايه نص كوبايه. احنا بنحطها وبنضغطها كده شويه في الكوبايه، لان هي بدرجه حراره الاوضه، هي لا هي لا هي سايحه ولا هي جامده. انا عايره الزبده وننزل اللي جه في المعلقه، لاننا ده جزء من المقدار. خلاص كده حطيت الزبده. طب هو مقداره 3/4 كوبايه سكر، يعني هو 3 كوبايات دقيق وبيضتين وكوبايه زبده و3/4 كوبايه سكر، يبقى نص ال3/4 ايه؟ هو لو السكر قليل شويه مش مشكله، احسن ما يزيد. يبقى انا هاخد تقريبا يعني 1/3 كوبايه، عندي ده النص وهي 3/4، فاخد تقريبا 1/3 كوبايه احط فيها، عشان انا بعمل نص المقدار، المقدار 3/4 كوبايه سكر. بصوا هاخد 1/3 كوبايه زايده سنه، هيبقى هي نص ال3/4 اهي زايده سنه. يبقى انا كده حطيت ايه؟ السكر، والسكر لازم يكون بودره بس، وحطيت السمنة. هجيب المضرب بتاعي وهضربهم شوية وبعدين اكسر عليهم البيضة. مجرد ما اتضربوا مع بعض هنكسر البيضة. عايزة اقول لكم على حاجة، البيضة المفروض تكون بيضة صغيرة في كل البسكوتات ديت، لما بيبقى الزلال كتير بيقلل بينشف، يعني بيخلي العجينه تطرى مني قوي واقعد اديها دقيق وتنشف مني، فليستحسن نجيب بيض بلدي. مفيش بيض بلدي بكسر البيضه، يعني هو المقدار 3 كوبايات دقيق وبيضتين، انا اعمل ايه؟ احط بيضايه كامله والبيضه الثانيه ما احطش كل الزلال بتاعها. طب انا دلوقتي عندي بيضه واحده، اعمل ايه؟ احط كده واسيب حبه هنا من الزلال، احتجتهم اخدهم وهخليه جنبي كده عشان ما انسيش، ما احتجتهمش يبقى خلاص، بس ابقى عملت اللي عليا وما طرتش العجينه بتاعتي زياده عن اللزوم.
وطالما حطينا بيضه بالرغم ان هنا في ده بسكويت قرفه، يعني هنحط فيه قرفه، هنحط 4 معالق قرفه، يعني في النص مقدار ده انا هحط 2 معالق قرفه. يبقى انا دلوقتي حطيت ايه؟ هجيبها هنا عشان تبقى قدامكم. حطيت نص المقدار، انا هقول لكم المقدار كامل على بعضه عشان انتوا تعملوه. 3 كوبايات دقيق، عليهم 2 بيضتين، عليهم 1 كوباية زبده، عليهم 3/4 كوباية سكر، عليهم 2 بيضتين، وعليهم 4 معالق قرفه، ومعلقه كبيره بيكنج باودر. ده البيكنج باودر. خلاص كده هنضرب. بصوا احنا هنفضل نضرب لحد لما تبقى ليها قوام كريمي، ونحس ان السكر داب ولونه بقى افتح شويه. بصوا بقى انا هنا القوام عندي بقى فاتح سنه، انا ده نص المقدار، فمش هحط معلقه بيكنج باودر كبيره، هحط قد ايه؟ هحط معلقه بيكنج باودر صغيره، يعني نص مقدار البيكنج باودر المفروض انا هحطه اهو عشان ما انساهوش. حطيته وهحط قرفه 4 معالق كبار. هنحط ايه؟ لا ده نص مقدار، هحط 2 معلقة بس، المقدار كله 4 معالق كبار. احطها هنا في الاول كده، اخدها في الاول تتضرب معايا. جهزتوا بالونات للعيد ولا لا؟ انا عندي العيد يعني لازم املى الدنيا بالونات. احط بقى هنا جزء من مقدار الدقيق واضرب. هنضف بس كمي من القرفه ديت اللي جت عليه عشان ما تعملش ريحه ولون، واشيل القرفه اللي هنا، ونكمل ايه مقدار الدقيق بتاعنا. يبقى انا هقول لكم تاني على المقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا كانت ايه؟ 3 كوبايات دقيق، عليهم عدد 2 بيضة، عليهم 1 كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، عليهم 3/4 كوباية سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 4 معالق قرفة. لو حد بيحب يزود القرفة يزودها. بصوا بقى كده خلاص هكتفي بالضرب بالمضرب. وهشيله. وهنكمل بقى ايه عجن بايدينا. وفي المرحلة دي هنشوف احنا محتاجين حبة زلال البيض اللي انا سبتهم عشان البيضة كانت كبيرة ولا لا. ونشمر بقى في المرحلة دي، نشمر الكم ونعجن. بصوا بقى اللي بيحب القرفة اغمق يحطه، في قرفة سبحان الله بتبقى لونها غامق بتدي نتيجة من اول ما بنحطها، وفي قرفة بيبقى لونها فاتح زي الكاكاو بالظبط، ما في بيبقى غامق وفي بيبقى فاتح. وبرده يرجع لإحنا بنحب القرفة كتيرة ولا قليلة. بصوا انا لمت معايا العجينة من غير بقية البياض البيضة دي، هو بيظبط قوي قوي بالبيض البلدي. يبقى احنا العيار لو عاملينه ببيض مش بلدي نحط بيضه كامله، والبيضه التانيه نشيل الزلال بتاعها، نحط الصفاره بس. وبعدين زلال البيض بقى ده ما بنرميهوش، الزلال لما بيتحط في كيس ويتحط في الفريزر ونطلعه قبل الاستعمال بحوالي 1/4 ساعة بنحصل منه على نتيجه رائعه احلى من واحنا لسه كاسرينه كمان دلوقتي. بصوا العجينه بقت معايا حلوه ازاي، بس هي لونها فاتح، بس انا مش هزود القرفه هنا. ليه؟ لان هي القرفه دي فاتحه،
انا عامله عيار تاني يعني، ومجهزاه كانت القرفه اغمق من كده، فطالع اللون غني وغامق يعني، بتطلع زي الحاجه اللي قريبه من اللي بالكاكاو شويه، بس هنا الريحه قويه بتاعت القرفه، فانا مش هزودها عشان برضو زيادتها بتنشف، وما بيحبش يتعجن كتير يعني، يتجمع كده ويرتاح ممكن شويه في الثلاجه يعني، لو هي العجينه طريه معانا وممكن نشتغل فيها دلوقتي، بس لما بترتاح بتدي نتيجه احلى، الزبده بتجمد فيها كده، لما يدخل الفرن يبقى هشه اكتر. هشيل بقى الحاجات هنا واروق عشان اوريكم هنقطع ازاي. انا هجيب القرفه هنا والسكر البودره علشان ايه، والزبده نبقى براحتنا. احنا بقى بنقطعه وبنزوقه بايه، بمربى، وممكن نحط عليه مارشميلو، ممكن نحط عليه بندق، اللي احنا عايزينه. هحط العجينه هنا، يا اما اجيب كيسين ثلاجه وافردهم، يا اما اجيب الورق اللي هو الزبده ده وافرده واحط كده، ده بيساعد على ان الفرد يبقى كويس والاشكال بتاعتي تطلع حلوه. اهو هفرد عليه كده، بصوا بتفرد على طول ازاي معايا. بصوا وخلوا بالكوا ان العجينه دي بتبقى يعني برضو الى حد ما بتفرول شويه مننا، فناخد بالنا من القصه ديت. عارفين بقى لو الدنيا حر وصيف نعمل ايه؟ قبل ما ابدا اقطع عايزه اقول لكم، لو الدنيا حر وصيف نريح العجينه كويس قوي في الثلاجه وناخدها نقطعها، لو احنا بنقطعها حسينا انها طريت في ايدينا شويه نحط الصينيه 10 دقائق في الفريز في الثلاجه او 5 دقائق في الفريزر قبل ما ندخلها الفرن. مش عايزه اقول لكم بقى نتيجتها بتبقى هايله ازاي. بيدخل والزبده فيه بتكون جمدت، فبتديله كده نفخه مع البيكنج باودر وبتدي نوع حلو قوي من القرمشه. احنا عايزين العجينه تبقى متوسطه، لا هي تخينه ولا هي رقيقه، ونعمل كده ونفرد. انا هطلع فاصل وهرجع افرد معاكم العجينه واوريكم اللي انا سويته بنزوقه مع بعض ازاي. استنوني علشان نكمل صفحتنا الجميله النهارده.